في الحلقة اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا عن عمو نيوتن، وقلنا ان قصة التفاحة كانت قصة خرافية، وقلنا ان اول شخص يعمل توحيد في قوانين الفيزياء كان نيوتن. وانهينا الحلقة بسؤال عمو نيوتن ما كانش عارف يجاوب عليه، هي الجاذبية بتيجي منين؟ ايه مصدر الجاذبية؟ وقلنا ان اينشتاين حل اللغز ده. النهاردة هنعرف ازاي عمك شوشو حل اللغز ده. انا عبد الرحمن عمار، واهلا بكم في سبيس تايم مان. سرعة الضوء هي أقصى سرعة في الكون. طب الكلام ده ايه علاقته بقى بالجاذبية؟ ايه علاقته؟ خلينا نفترض ان الشمس كده فجأة اختفت. ايه اللي هيحصل؟ نيوتن بيقول ان الجاذبية تأثيرها فوري على طول كده. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني الكواكب كلها هتسبح في الفضاء. بس عمك اينشتاين كالعادة كان عنده مشكلة. اينشتاين بيقول ان سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الضوء بيوصل من الشمس للأرض في مسافة تقدر ب 8 دقايق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الشمس اختفت هيحصل حاجتين. الحاجة الأولى ان الجاذبية هتختفي بسرعة فجأة، بالتالي كوكب الارض هيسبح في الفضاء. وتاني حاجة الضوء عشان يوصل للارض بيستمر 8 دقايق. يعني احنا هنشوف الشمس هنشوفها فوق مع انها اختفت، فده كان عامل قلق لاينشتاين. يعني الارض خلاص سبحت في الفضاء، انا لسه ازاي هشوف الشمس؟ لان انا بشوف الضوء اللي جاي من الشمس، فازاي هشوف الشمس وهي اصلا اختفت؟ فده كان عامل معضلة لعمو شوشو. بس عمو اينشتاين في معادلاته قال يا جماعة مفيش حاجة بتتحرك اسرع من سرعة الضوء، سواء مادة او طاقة. اكبر سرعة موجودة في الكون هي سرعة الضوء. طب الجاذبية يا اينشتاين؟ ده نيوتن قال الجاذبية تأثيرها فوري على طول، يعني اسرع من الضوء. هتعمل ايه بقى مع نيوتن؟ هتعمل ايه؟ طبعا اينشتاين بعد الكلام ده محدش صدقه، لان معادلات نيوتن كانت بتدي نتائج دقيقه جدا، فازاي يعني الناس العبيطه هتصدق اينشتاين وهيسيب نيوتن ازاي؟ بس طبعا اينشتاين بعد بحث ده 10 سنوات عرف يحل اللغز ده. كل حاجه بتتكون من 3 ابعاد، طول وعرض وارتفاع. بس اينشتاين ده في حاجه رابعه، الزمان، وسمى الميكس ده الزمكان على اسم قناتي. طب ايه هو الزمكان ده؟ تخيل ان الكون كله عباره عن نسيج مطاطي، وجبنا كوره كبيره حطيناها في النص هتعمل انحناء لاسفل. بعد كده هنجيب كور صغيره هتعمل انحناء بسيط. الكور الصغيره هتدور حوالين الكوره الكبيره لانها عامله انحناء اكبر لاسفل. نفس الكلام اللي بيحصل في الكون بتاعنا، الشمس بتعمل انحناء لاسفل لان كتلتها عاليه جدا، والارض كتلتها على قدها، فالارض وبقيه الكواكب بتدور حوالين الشمس. ده المقصود بالزمكان. طب والزمكان ده ايه علاقته بقى بجاذبيه نيوتن؟ ولا انت بتهرب من السؤال؟ عمو نيوتن كان بيفكر ان الشمس بتطلع جاذبيه، يعني بتطلع قوه فبتسحب الارض حوالين الشمس، فالارض بتدور حوالين الشمس. بينما اينشتاين قال لك لا، الارض بتدور حوالين الشمس بسبب ان الشمس بتعمل انحناء لاسفل، انحناء زمكان الاسفل. ومن هنا اينشتاين حل اللغز. اينشتاين قال لو الشمس اختفت فالنور هيختفي بعدها ب 8 دقائق، وده شيء احنا متفقين عليه. طب الجاذبيه؟ الجاذبيه هتروح فين يا واني؟ اينشتاين قال سرعه الجاذبيه نفس سرعه الضوء، 300,000 كيلو متر في الثانيه. ومن هنا اينشتاين حل اللغز الكبير اللي نيوتن مش عارف يحله، وسمى النظريه بتاعته بالنسبيه العامه. يعني ممكن نقول ان اينشتاين وحد بين سرعه الضوء وبين الجاذبيه في معادله واحده. اينشتاين كان طموحه اعلى من كده، اينشتاين كان هدفه يوحد الطاقة الكهربية بالطاقة المغناطيسية، يعني كان عايز يعمل الطاقة الكهرومغناطيسية. لأن اينشتاين قال لو احنا عرفنا نعمل التوحيد ده فاحنا هنعرف نعمل توحيد لكل القوى اللي موجودة في الكون، ومن هنا هنعرف نحل لغز الأكبر اللي حصل لما الكون اتولد. طب الكلام ده شكله معقد، بس خلينا ابسطها لك. هنفترض ان في 10 قوانين بتفسر ايه اللي حصل لما الكون اتولد. كل قانون بيفسر حاجة معينة بس بيسيب حاجات تانية. لو ال10 نظريات او ال10 قوانين فسروا نشأة الكون برضه في كلام ناقص. بينما لو احنا عملنا نظرية موحدة تجمع ال10 قوانين في قانون واحد هنعرف ايه اللي حصل بالظبط في بداية الكون. في الحلقة الجاية هنتكلم عن ماكسويل، وده اللي وحد بين القوة الكهربية والقوة المغناطيسية. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك، لو انت بتتابعنا على فيسبوك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تبص على المصادر لان كل الكلام اللي قلته ممكن يكون غلط. وافتكر دايما ان مفيش حد عنده الحقيقة المطلقة. سلام.